بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوجائي. النهاردة حبايبي الوصفة بتاعت النهاردة هتكون علاج لتشقق اللسان، وهنحتاج فيها حبايبي الزنجبيل والثوم. عيدونا نتيجة كويسة جدا في الوصفة بتاعت النهاردة. نشوف مع بعض بقى حبايبي هنحتاج لإيه. هنحتاج لمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهنحتاج لمعلقة صغيرة من الزنجبيل، وكوباية مية. هنبدأ اللي احنا نحط المكونات دي كلها ايه مع بعضيها. هتحطي الثوم مع الزنجبيل مع كوباية المية، وهتغليهم على النار لمدة 5 دقايق، وبعد كده بتبدأي اللي انت بتبعديهم عن النار وبتصفيهم، وبتسيب المية ديت لحد ايه ما تبرد خالص. بتبدأي بقى اللي انت بتاخديها وبتتمضمضي بيها مرتين كده ايه يوميا. طبعا بتستعملي الوصفه ديت بقى كل يوم لحد ما تحسي اللسان معاكي يعني التشقق اللي موجود فيه اختفى، واداكي نتيجه كويسه ان شاء الله، وربنا يشفي كل مريض يا رب. اتمنى حبايبي الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. معلش هو الثوم بس بيبقى بيدي يعني بيبقى ليه ريحه كده، بس هي بيدي نتيجه كويسه جدا في كعلاج لتشقق اللسان، فيعني نستحمل عشان هو بيدي نتيجه كويسه جدا. اتمنى حبايبي الوصفه تكون نالت اعجابكم، ويا ريت اللي لسه متابعني لاول مره حبايبي لو القناه عجبتكم وبتستفادوا من الوصفات اللي انا بقدمها، يا ريت اللي انتوا فضلا وليس امرا يا ريت اللي انتوا تدعموني بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه، ويا ريت اللي انتوا تعملوا شير كده للفيديو مع كل اصدقائكم عشان كل الناس تستفاد من الوصفات اللي انا بقدمها حبايبي. بحبكم جدا في الله. كان معاكم حنان الوراقي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.